غاليه جدا. هو مش كانت، بلاش كلمه كانت، غاليه غاليه ما زال. هو العلاج معروف. طب قبل كده كانت كام ودلوقتي كام؟ العلاج يا ست الكل، العلاج اكسبنسيف، فاهمه؟ ده علاج الاعصاب ده معروف، والام اس معروف، وهذا المرض اللي اصيب بيه اللي هو اللعيب الكوره اللي اسمه مؤمن زكريا. واكيد طبعا لو انتوا عملتوا معاه لقاء ولا حاجه ولا قابلتوه هيقول لكم علاجه وتكاليفه ايه، او بصعوبه في حدود كام. في حدود كام مثلا العلاج؟ انا مش هقدر اقول رقم، مش هقول رقم قريب منه، مش شرط بالظبط، مش هقول، لان ده بيتعدى. ما انا لو قلت رقم بيتعدى ال 100 مثلا. بيتعدى ال 100. انا مش هقول رقم لسبب، لان الرقم اللي انا هقوله ده مش هينفع ان انا اقول رقم، لان الرقم مهما قلته هيبقى قليل عن الحقيقه. هيبقى بس هو غالي جدا جدا جدا. طب في مصدر دخل مثلا؟ دخلنا بقى في النقطه بتاعت مصدر دخل. مصدر دخل ايه؟ مفيش لا مصدر دخل ولا اي حاجه، الحمد لله رب العالمين. وبعدين انا قلت لك في الاول، قلت لك خدي من التل يختل، وانا خلاص دلوقتي بقيت مساء الخير على الاخر يعني. انا تعتبر كل فلوسي راحت او استهلكتها في العلاج او حاجات كتير. انت اصلا ما كنتش شغال اي حاجه، هو الفن هو الفن هو الفن. انا اعرف غيره، انا اعرف غير الفن والتمثيل. فكرت ان انت تكلم حد من النقابه ان هو يساعدك، دكتور اشرف، اي حد من النقابه ان هو يتكفل معاك يشيل ولو جزء من التكاليف؟ هو الدكتور اشرف على فكره قايم معايا بالواجب، لانه انسان محترم وانسان جميل وانسان على خلق وكل الحاجات دي. وبعدين الدكتور اشرف بعت لي اعضاء من المجلس بتاع النقابه. انا جالي هنا احمد سلامه وجالي مصطفى حلمي، دول اعضاء مجلس، فربنا سهل يعني. اتكلموا معايا وبتاع، قالوا في معاش، ومعاش بسيط كده، والمعاش اللي معمول حتى يعني ما اقول ايه، معاش بسيط، مش هيعمل حاجه بالنسبه للتكاليف العاليه بتاعت هذا المرض. وانتوا حتى اسالوا الام اس تكاليفه ايه؟ طبعا اللي هيجي هيقول لكم، هيقول لكم لا ده تكاليفه جامده والكلام ده كله. هذا المرض ربنا كرمني بيه، وربنا قادر ان هو يشفيني زي ما جابهولي، هياخده مني ان شاء الله ربنا. وبس انا اقول لك ايه؟ اقول لك ايه يا نسمة؟ اتفضلي. طب اول ما جال حضرتك المرض واتكلمت طبعا دكاتره، ما كانش فيه مثلا فرصه ان انت تسافر بره تتعالج؟ مفيش الحاجات ديت؟ بصي اقول لك على حاجه، انا اللي كان ماشي معايا في العلاج الدكتور الله يرحمه سمير الملا. الدكتور سمير الملا هو اللي كان قايم معايا بالعلاج والكلام ده كله، الله يرحمه ويحسن له. بعد كده بقى ربنا يسهل، لان انا توقفت عن المرض، عن العلاج بهذا المرض فتره طويله. ليه؟ بسبب يعني التكاليف الماديه، التكاليف الماديه غاليه قوي قوي. توقفت عن العلاج وربنا يسهل.